أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما هي صفة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل ورد الاستغفار ضمن أذكار الصباح والمساء؟ نعم، الاستغفار مطلوب دائما وأبدا، وفي الصباح وفي المساء وفي الأسحار. والاستغفار طلب المغفرة. وأما صفة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، ويراجع في هذا كتب الاستغفار والدعاء، مثل رياض الصالحين، مثل الأذكار للنووي، تراجع في هذا الوابل الصيب ابن القيم، كلم الطيب شيخ الإسلام ابن تيمية، تراجع الكتب التي تعنى بالأذكار، وفيها صيغ استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنوبي أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنوبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. ويقول: أستغفر الله أستغفر الله، ويكرر هذا. نعم.